وللاطلاع على الجهود التي توالي بذلها الإدارة العامة للمرور في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة، معنا من هناك الزميل بسام البدوي. مساء الخير بسام، وضعنا والمشاهدين في صورة الأجواء لديك وأيضا جهود الإدارة العامة للمرور. أجل عبد الرحمن، أحييك وحي السادة المشاهدين. كما ذكرت بالطبع، أنا أتواجد حاليا في غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، حيث يقوم منتسبوها هنا بجهود مضنية من أجل ضمان حركة المرور في مختلف شوارع مملكة البحرين. كما شهدنا اليوم بالطبع موجة الأمطار الغزيرة التي غطت كافة مناطق مملكة البحرين، بالتالي تسببت أيضا ببعض الازدحامات المرورية، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لتجمع مياه الأمطار. ولكن للأمانة جهود الإدارة العامة للمرور أسفرت في سويعات قليلة من بعد موجة الأمطار بضمان الحركة الانسيابية للمرور في مختلف شوارع البحرين، خصوصا في هذا الوقت تحديدا وهو وقت ذروة، حيث يخرج الناس من أعمالهم بالطبع متوجهين إلى منازلهم. كما أيضا تواصل وزارة الداخلية تحذير المواطنين والمقيمين من الالتزام بالتعليمات والإرشادات، وذلك أيضا لمنع حدوث أي مشاكل أو لحدوث أي تعطيل في الحركة المرورية. وبالتالي أيضا لا زالت بعض الشوارع تشهد ازدحامات، وذلك كما ذكرت بسبب وقت الذروة، وكذلك أيضا لأنها لا زالت تعاني من تجمع مياه الأمطار. هناك إشارات مرورية أيضا تحتاج إلى صيانة فورية، أيضا للمزيد من الضوء حول مستجدات الحركة المرورية في مختلف شوارع مملكة البحرين. وينضم إلي الرائد أحمد السعدي من الإدارة العامة للمرور، رئيس قسم الحوادث والمخالفات. بداية رائد أحمد، تحدثنا أكثر عن ما قمتم به خلال الفترة السابقة، خلال فترة هطول الأمطار وما بعدها، حدثنا أكثر عن جهودكم في ضمان حركة المرورية. طبعا في البداية مسي عليكم وعلى الأخوة المشاهدين. على طول موجة من بعد حصول اللي هو موجات الأمطار التي تشهدها المملكة، قامت الدوريات بالانتشار على كافة شوارع المملكة الرئيسية. طبعا تم انتشار الدوريات بالغرب من الأماكن تجمع المياه وبالغرب من الإشارات، طبعا في إشارات عطلانة قامت الدوريات بالوقوف عندها وتحريك الإشارة يدوية، بذلك لضمان انسيابية الحركة. بالنسبة عن الرافعات، انتشرت بالغرب من أماكن تجمع المياه، وذلك لا سمح الله إذا تعطلت أي مركبة يقومون بتحريك المركبة لضمان انسيابية الحركة المرورية. من المتوقع أيضا أن تشهد الفترة المقبلة وكذلك اليومين القادمين أيضا، من المتوقع أن نشهد أيضا موجات من الأمطار الرعدية، وقد تتسبب أيضا بمثل ما حدث اليوم. تعليماتكم وإرشاداتكم إلى المواطنين والمقيمين. أطلب من الأخوة السواق طبعا الالتزام بالتعليمات، ألا وهي طبعا عدم يعني الخروج إلى المشاوير الأساسية أو اللي يكون محتاج لها إنه يسويها، تجنب أماكن تجمع المياه، الإبلاغ إذا كان شاف أماكن تجمع مياه طبعا يبلغ عنها عن طريق 199 وهم يستقبلون البلاغات. ماذا عن أيضا بيان وزارة الداخلية أو التقريدة التي حذرت فيها المواطنين المقيمين من عدم الخروج من المنزل إلا في الحالات الضرورية، ما أهمية ذلك؟ طبعا ذلك أهميته طبعا المشاوير حاليا في الظروف هذه ممكن تكون تعرضة للخطورة، فلا يطلع إلا إذا كان محتاج أن يطلع. طبعا إذا طلع يكون بعد ملتزم أنه يخفف سرعته، أنه يتأكد من سلامة المركبة، أنه يكون مثلا يتجنب الشوارع اللي فيها تجمعات المياه في الفترة القادمة. الرائد أحمد السعدي، رئيس وحدة المخالفات والحوادث في الإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك. شكرا. شكرا لكم. إذن زميل عبد الرحمن، كما تفضل الرائد أحمد بأن من الضروري على المواطنين المقيمين أن يلتزموا بالإرشادات ويلتزموا بالتعليمات المرورية، وذلك لعدم وقوع أي مشاكل
بعد هطول مياه الأمطار. وكما تشاهدون الآن هذه الشاشات الموجودة في غرفة العمليات حيث تبين لنا حركة المرور في عدد من الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين، والحركة انسيابية. هناك بعض الازدحامات بالطبع، هناك تجمعات لمياه الأمطار، ولكن أيضا تقوم وزارة الأشغال مشكورة من خلال صهاريج الشفط بسحب هذه المياه وخفض منسوبها من الشوارع. أيضا فريق الرصد التابع لإدارة العامة للمرور أيضا يقوم بتلقي البلاغات في حال حدوث لا سمح الله أي حوادث أو أي مشاكل قد تحدث بسبب الازدحامات المرورية. وهذا كل ما لدي لحد الآن عبد الرحمن، وأعود إليك في الاستوديو. نعم، شكرا لك زميلي بسام البدوي من الإدارة العامة للمرور، وسنواصل التواصل معك بإذن الله للمستجدات القادمة خلال الساعات القادمة. شكرا لك بسام.